بطولة غرب آسيا، أعتقد الجميع لو أخذها بيقولوا لهم مبروك فقط لا غير، إلا اليمن. عملنا احتفال من أول اليمن إلى آخر اليمن. لا توقفت الحرب، توقفت الحرب عن بكرة أبيها لما وصل المنتخب إلى اليمن، تكريم المنتخب من جميع الأطراف السياسية كامل المتصارعة، المنتخب يذهب أي مكان، تكريم، إيقاف الشوارع، الاستقبال من جميع الأماكن، يعني حتى أنه الناس تطلع فوق أماكن ما يطلعها بني آدم. نلعب مباراة يخسر 3-4-5، في حد يعرف إيش اللي يعانيه اللاعب هذا؟ إذا كان اللاعب في تاريخه في السنة كامل، هذا اللاعب في السنة كامل راتبه، في السنة كامل راتبه 600 ريال سعودي في السنة كامل، 600 ريال سعودي، يعني يمكن ما حد يستوعبها منكم. الاتحاد ينزل بيان بالأمانة العامة الدوري بعد أسبوع، أندية ما تجهزت، أندية لها 3-6 أشهر تتجهز بالإعلان سابق سوف يقام الدوري بعد شهر، تجهزت الأندية ظلت 6 أشهر تستعد، ضبحت بطلت تتمرن، أجل الاتحاد أصدر بيان دوري بعد أسبوع، من الفرق اللي بتشارك؟ اليمن عندها خير كبير موجود، وعندها القدرة أنها تنقذ، ترفع شأن الرياضة بشكل كبير، عندنا إمكانيات، عندنا موارد، عندنا أموال، لكن لا يوجد من يدير الرياضة بشكل صحيح من رئاسة الهرم. جالسين مستمتعين، ما في دوري، أمور طيبة، نستطيع المنتخب قبل البطولة بشهر، بنعمل معسكر في القاهرة ولا في الدوحة ولا في الرياض، من ثم نقول والله احنا اجتهدنا واحنا سوينا واحنا عملنا، ولكن هذه النتائج ابدا. احنا اذا فزنا مباراه بنفوزها بالحظ، لكن كمستوى واستمراريه صعب. منتخبات الناشئين لما نفوز نوصل لمنتخب الشباب، نوصل بالتدني او نطلع اولمبي، ننزل نكسازيت، نطلع الاول خلاص مستقبلين اهداف فقط لا غير.